رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. قراءة في فقه الصيام، من كتاب المعتمد. استسلمت للخالق الوهابي، بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه. اللهم ربي يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. متابع فصل من يجب عليه الإفطار والقضاء. المكره، والمكره على الإفطار إكراها ملجئا، بحيث إن لم يفطر وقع به المكره ما يطيقه من مكروه وضر بالغ، كقتل أو ضرب أو بتر جارحة من جوارحه. فالواجب عليه هنا أن ينقذ نفسه بالشرب أو ينقذ نفسه بتناول الطعام، ولا عليه بعد ذلك إلا القضاء. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن. وفي الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان فما استكره عليه. المضطر، المضطر لشدة جوع أو لشدة ظمأ، بحيث لا يستطيع هذا المضطر أن يواصل الصيام إلى الليل، ويخشى بالمواصلة الهلاك المحقق. عليه أن يفطر، لأن المسلم مأمور بأن ينقذ نفسه، كما إنه منهي أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد شدد من شدد من الفقهاء في المضطر، فقالوا: ليس له أن يزيد على مقدار ضرورته، إلا أن هذا التشدد لا محل له عند شيخنا العلامة بدر الدين الخليدي حفظه الله، نظرا إلى أن ريقه قد انتقض، وصومه قد ارتفع، وقضاءه قد وجب، فلا معنى للإمساك. ولا يكلف المرء بالواجب مرتين، فإن الله بعباده رؤوف رحيم. هنا تنبيه على من أفطر شيئا من رمضان لأي عذر كان، أن يقصد في قضائه الزمان العاري من عوارض أو الموانع الشرعية، كيوم العيد المحرم صيام صومه. وكذا على المرأة التي تريد أن تقضي ما عليها أن تقصد الأيام التي لا يتخللها الحيض أو النفاس أو أي عارض شرعي، والله أعلم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتقبل منا صالح أعمالنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا صائما للشهر محتسبا له، بشراك مغفرة بغير حساب، بشراك مغفرة بغير حسابي.